جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من المستمع سعد عبد العزيز محمد مصري ومقيم في المملكه، يسال جمعا من الاسئله. في احد اسئلته يسال عن حكم تحيه المسجد عند غروب الشمس، هل هي جائزه او لا؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم، لان تحيه المسجد من ذوات الاسباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهي من ذوات الأسباب، تفعل عند وجود سببها في أي وقت. هذا رأي لبعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، يعني صلاة النافلة في هذا الوقت الممتد، وهذا يعم تحية المسجد وغيرها. ولعل الراجح الله أعلم هو القول الأول، أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها كصلاة الكسوف، صلاة الجنازة، وتحية المسجد، وركعتي الطواف. نعم.